السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. احنا معكم عاوتاني فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى يعجبكم. اوكي ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنمشيو للمقادير. غنحتاجو 1 كيلو ديال الدقيق الفرص، حمرتو شوية، كاين اللي كيقول محمر كاين اللي كيقول محمص، انا كنقول محمر. وغنحتاجو 1 سميتو، 1 كيلو ديال اللوز، انا درت 1 كيلو و200 تاع اللوز تقريبا، حمرتو حتى هو وطحنتو انا بالقشورة تاعو، ما حيتلوش قشورة. واحد ديك 200 غرام حيت لها قشورة باش نزوق بها سميتو السوف ديالي، السلو ديالي من الفوق. لو غيست طحنت كلشي. وغنحتاجو 1 كيلو ديال الزنجلان او السمسم، تا هو محمر، محمر ولا محمص. وغنحتاجو 2 جوج معالق كبار ديال العسل الحر، 5 معالق كبار ديال السكر كلاصي. السمسم ديالي تا هو طحنتو تا ولا بحال املو تقريبا، وخليت شويه تا هو باش نزوق به ان شاء الله الرحمن الرحيم. اوكي غنحتاج 2 جوج معالق كبار ديال القرفه حتى هي، سكر كلاصي قلتو 5 معالق كبار ديال السكر كلاصي، 2 معالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار ديال حبة حلاوة. وغنحكو عليهم 1 شوية ديال الكوزة، و4 الحبات ديال المسكة الحرة وطحنتها، و1 شوية ديال الملح، هو تيبل سبون، 1 تيسبون اوف سولت، 1 معلقة صغيرة ديال الملحة. اوكي ودرت 1 كاس العلبة ديال الزبدة ذوبتها، وحيت لي هذاك الحليب ديالها اللي كيبقى داك الرغوة تاعها تقريبا 160 ملي ولا 170، المهم كاز العلبة، لان يعني انا ما درتش انا الكونتيتي بزاف، فانا درت كيلو ديال الفورس. ملي كدير 2 كيلو كدير 300 ملي ديال الزبده، انا درت نص ديال الكونتيتي. وانا غنخوي كلشي فاسميتو في خلاط الكهربائي، تما غنخلطو غنلوح كلشي بخطره ونخلط. وكاين عاوتاني اللي كيعجنو عابدو، يدير الطحين ويخوي عليه شويه شويه وسميتو المسائل. انا لا غنديرو ديريكت في الطحانه ديال العجينه ونطحنو. اوكي يخرج مزيان، انا ديجا درتو ماشي خطره ماشي جوج، بالطحانه كيجي مزيان. واللي ما عندوش راه كيعجنو بيدو كيما كيدير الخبز. انا عملت المسائل ديالي كامل. وصافي نركب الماكينه ديالي ونطحن. دابا شويه ديال الكوزه ماشي بزاف لان هي مره شويه. درت 1 3 ديال سميتو ديال الكيكات، رجعت هذاك شويه ديال المذاق.
مسكال حورة هي تحنتا هاكت العيال شو ما في السكان اسمه كده مش عارف تعمل اسمه كده كانت كبيرة ما في سكس هنايا درت سميتو ديالي لحت لو كنت ملي طحنت اللوز خليت واحد شوية مهرمش ما مطحونش بزاف وداك السمسم حتى هو كنت طحنته وخليت واحد الكوانتيتي واحد 100 غرام او اكثر 120 غرام حتى هي الحتامه هكاك باش نخلطها الطحونه مع اللي ما طحوناش كتجي مزيانه نديرو ده في الديكوراشن تاعو نديكوريه شويه كد ديكوري باي حاجه اي كل واحد شنو عنده في الدار وسميتو هنا انا درتو باللوز وكنت خليت شويه ديال اللوز كاين اللي كيديروا بالكاوكاو كاين اللي كيديروا بسميتو على حسب كل واحد والامكانيات ديالو كل واحد وداكشي اللي موجود عنده في الدار ماشي ضروري دير سلو باللوز ولا سميتو ديرو بالكاوكاو ولا اي حاجه عندك هلا ملو متعولي هاي ما نشارك معكم بريوات باللوز والشباكية الشباكية من بعد نلوحها في فيديو اخر درت فيديو قسمته على جوج اوكي ان شاء الله الرحمن الرحيم 400 حتى 500 غرام ديال اللوز وكنطحنوه انا طحنت اللوز ديالي وحدت له هك وحدرت شويه معجن اوكي من بعد في الانجريديان غنحتاج ان شاء الله الرحمن الرحيم شويه ديال الزبده شويه ديال القرفه سلامون شويه ديال المسكه الحره وانا ما غنديرش السكر غندير واحد شويه ديال الكراميل باش نجمعو به وغندير شويه ديال الماء الزهر ايه وواحد الصفر ديال البيض اوكي من بعد الورقه ديالو هنا فين غنعرو ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم وغندير شويه ديال الملحه شويه نبداو البريوات ديالنا انا درتو بالعجينه ما درتوش بالبيض غندير واحد شويه ديال السكر حتى هو تجي هكا البراوات ديالي البراوات ديالي موجودين
ندير لهم شويه ديال السمسم السيزام الفوق. الشباكيه مازال غنشاركها معكم، راه صورتها وسميتو دابا درتها مع البريوات. اوكي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نعجبكم هذا الفيديو، اللي عجبو الفيديو خلينا شي لايك شي كومنتار، واللي مازال ما اشتركش معنا في القناه اشترك. هذا فضلا وليس امرا. يلاه بشركم مبروكه، رمضان مبارك سعيد. يلاه طولوا لي فريوسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.